الحين نبغى نكمل نتعرف على باقي التابز المهمة في الأكسل. انتهينا من تاب الهوم، والحين نبغى نشوف الانسيرت تاب. الانسيرت تاب تسمح لنا لإضافة التشارتس أو الرسوم البيانية والتمثيل البياني للمعلومات. طبعا تساعدنا في أنها تعطينا تصور بياني للمعلومات اللي موجودة عندنا في الورك شيت. طب إيش هو التشارت وإيش هي الإلمنتس أوف تشارت؟ التشارت تعريفه هو يعتبر Graphical Illustration of Information، يعني تمثيل رسومي للمعلومات. طيب في شيء اسمه Chart Buttons، يعني الأشكال، كل يعني chart تشوفون في هذه الصورة هذا يعتبر chart، اللي هو رسم توضيحي أو رسم بياني للمعلومات. الخطوط اللي فيه تعتبر Chart Buttons، مكونات للشكل، وكلها نقدر نضغطها ونتحكم فيها. ليش؟ لأن تساعدنا في إن نسوي فورمات للشارت، ننسق للشارت، نغير التنسيق. فالشارت بوتنز تساعدنا بسهولة إن نغير في التنسيق للشارت. طبعا من أمثلة الشارت بوتنز اللي هي الشارت إلمنتس، اللي هي عناصر المخططات. نبغى نشوف إيش هي الإلمنت لهذا المخطط. الإلمنت هي اللي مرقمة الحين أو معلمة بالأحرف. تشوفون راح نشوف كل element وإيش يعني. نبدأ ب element A. element A اللي أشر على كل الرسمة. طيب element A اسمه chart area، اللي هو منطقة المخطط. فمنطقة المخطط تحتوي كل عناصر المخطط، يعني هي عبارة عن الكفر، كأنها إطار أو غطاء يحتوي كل عناصر المخطط. طيب طيب element B اللي هو plot area. وش plot area؟ نشوف B، هذه plot area مأشر على المنطقة البنية، يعني كأنها المنطقة اللي تحتوي على كل الداتا وكل المعلومات اللي في المخطط، العرض للمعلومات. فنشوف تعريفها. تعريفها هي representation data، اللي هو عرض الداتا اللي في هذه المنطقة، نسميه plot area. طيب element C اللي هو chart title، عنوان المخطط. فأكيد أنه يعني واضح أنه بيكون في عنوان للمخطط. فنشوف هنا أن العنوان هو الـ IT marks، يعني درجات مادة الـ IT. element D data points. وش الـ data points؟ هي نقاط تكون موجودة في الـ plot area، في منطقة عرض المعلومات، يكون فيها بالضبط هي نقاط عرض المعلومات. فنشوف وينها، اللي هي هنا. نشوف الدي مأشرة على هذا العمود، وهذا العمود يعرض معلومات معينة. طيب نشوف هنا حرف الاي اللي هو primary vertical axis title، عنوان المحور العمودي. طيب فنشوف محور العمودي طبعا اللي هو المحور واي، يكون عمودي. فنشوف ايش عنوان المحور العمودي هنا، اللي هو التوتال ماركس، اللي هو مجموع الدرجات، والارقام تبدا من 0 إلى 120. element f اللي هو primary horizontal axis title، اللي هو عنوان المحور الافقي او الراسي، اللي هو يمثل المحور x، اللي هو عنوان لمحور x او المحور الراسي للمخطط. فنشوف هنا وين المحور الراسي، اللي هو هذا الـ student names، فيمثل أسامي الطلاب. فنشوف عندنا خالد وعبد الله. element G اللي هو legend. وش يعني legend؟ هو يمثل المعلومات، وكل معلومة يكون لها لون، يعني زي القائمة تمثل المعلومات المعروضة وإيش لون المعلومة في المخطط. فتشوفون هنا منطقة legend مثل عندنا ان المعلومات السيريس بلون الازرق في المخطط البياني، عشان نعرف انواع المعلومات وكل معلومة ايش لونها. بس هنا ما في الا معلومة واحدة، فما في الا لون واحد. اخر element الاتش اللي هي data labels، زي الملصقات او زي العناوين على كل مكون للمعلومات في الشارت في المخطط البياني. نشوف ايش يعني data labels. شوفوا هنا كل معلومات، كل عرض للمعلومات في المخطط البياني. مثلا هنا نشوف هذا عليه ليبل اسمها فهد 79، يعني الطالب فهد درجته 79. نشوف هذا العرض للمعلومات الـ Data Representation، الليبل اللي عليه صالح درجة 92 وزي كذا. فهذه فائدة الليبلز، انه ما يحتاج اني مثلا ابغى اعرف درجة حسام اروح اشوف
طول العمود وين يودي، بعدين أجي هنا وأشوف يقابل الرقم تقريباً 90. لأ، هذه الليبل ميزتها تعطيني الرقم بالضبط. طيب الحين نبغى نستخدم الشارت، فكيف نسوي انسيرت أو إضافة للمخططات على شغلنا؟ طبعاً ميزة الإكسل إنه يعطينا اقتراحات للمخططات اللي إحنا نقدر نستخدمها ونضيفها على الديتا حقتنا. طبعاً المخطط يكون مبني على أساس المعلومات اللي في الخلايا. طبعا هذه المعلومات تشوفون هنا، أول خطوة أن نضيف الشارت لازم نحدد الخلايا اللي نبغى الشارت يمثلها، عرفتوا؟ مثلا عندنا في الصورة هنا هذا الجدول يمثل معلومات معينة، فحددنا هذا الجدول عشان نختار الشارت أو المخطط اللي إحنا نبغاه. فلازم أول خطوة نختار الديتا والخلايا اللي نبغاها تكون تتمثل في الشارت. طيب طبعا الشارت فيها أكثر من نوع، مو بس النوع اللي ظاهر لنا في الصورة. النوع اللي ظاهر لنا في الصورة اسمه الكولوم أو الكولوم تشارت أو التمثيل والمخطط العمودي، لأنه جاي على أعمدة زي ما تشوفون. طيب المخطط العمودي أو أي نوع من التشارت كيف نضيفه؟ نجي عند قائمة أو تاب الانسرت اللي هي الإضافة، بعدين نروح عند جروب التشارت اللي اسمه تشارت، بعدين تشوفون هنا هذه الأشكال الصغيرة، هذه عبارة عن أنواع أو تشارت تايبس، يعني أنواع كثيرة من التشارت اللي اختاروها في الصورة اللي هو الكولوم تشارت المخطط العمودي. بعدين اختاروا مثلا هذا الشكل، ومن هذا الشكل نشوف هنا طلع لنا التشارت على طول على نفس الشيت اللي احنا نشتغل عليها، ويمثل المعلومات اللي كنا محددينها. فهذه هي طريقة ان نسوي انسيرت للتشارت واضافة التشارت. فنراجع الخطوات هنا بالارقام، اول شيء نختار الديتا، بعدين نروح عند الانسيرت تاب، ومنها نختار نوع الشارت، قائمة الشارت يعني، بعدين نحدد نوع او الشكل اللي نبغاه الديزاين، ونشوف انه على طول صار الشارت ظهر عندنا على الشيت وتمثل بالبيانات. اللي بنتكلم عليه الحين هو بعد اضافة الشارت، بعد إضافة المخطط البياني، راح تطلع عندنا تابز جديدة وقوائم جديدة خاصة بالشارت. متى تطلع؟ لما احنا نكون محددين الشارت، يعني انتوا جربوها، لما تكونون محددين الشكل للشارت تكون هذه القوائم ظاهرة، اللي هي شوفوا هنا في الصورة قائمة الديزاين وقائمة الفورمات، من اسمها اصلا chart tools، يعني ادوات خاصة بالشارت. بس لما نكون ما في شارت عندنا في الشيت، او مو محددين الشارت، مثلا محددين خلية ثانية، تصير هذه التابز مو ظاهرة لنا، تمام؟ يعني هي خاصة بس للشارت. طيب نبغى نشوف وش أهم الميزات اللي فيها. أغلب الخصائص اللي الحين بنتكلم عليها خاصة لتاب الديزاين، هذه ثلاث خصائص موجودة في تاب الديزاين. قلنا تاب الديزاين وتاب الفورمات ما تطلع إلا مع الشارت. طيب فنشوف تاب الديزاين وش فيها. أول شيء فيها خيار الموف تشارت. وش هو خيار الموف تشارت؟ من اسمه موف معناته ينقل. فنشوف التعريف يقول لما يكون عندك تشارت منضاف لورك شيت معينة لصفحة معينة، نقدر ننقلها لورك شيت ثانية. مثلا انا ما احب ان الديتا تكون مجموعة مع الشارت، ابغى الخلايا تكون في صفحة والرسمة تكون في صفحة ثانية، فهذه الخاصية بتساعدني. الخاصية الثانية اللي هي الشارت ستايلز، نشوفها هنا الشارت ستايلز، واضح من الصورة انها عبارة، يعني نشوف هنا عرضت الاعمدة، سخفت الاعمدة، هنا غيرت اللون وزي كذا، واضح انه يعني ديزاينز معينة للشارت. فنشوف التعريف حقها هي كاستمايز ستايلز، يعني ستايلز وتصاميم مجهزة من قبل، بس احنا نختار من عندها ونسوي لها ابلاي وتطبق على الشارت اللي عندنا. الخاصية الثالثة اللي هي change chart type، نشوف هنا في الصورة هذا مكانها، من اسمها change type معناته نقدر نغير نوع type للشارت حقتنا. احنا شفنا نوع type column type اللي كان بالأعمدة مخطط العمودي، حتى هو اللي طالع هنا في الصورة صار مخطط عمودي. في أكثر من نوع للشارت، فنشوف التعريف حقها يقول انه هو change للchart type، وفي اكثر من نوع chart type مثل البار والاريا واللاين.
كذا تكلمنا عن الخصائص المميزة اللي في التاب اللي اسمها ديزاين. طيب تاب الفورمات ما راح نتكلم عنها لأن كلها أشياء مألوفة، زي ما تشوفون هنا ألوان، هنا تغيير في ديزاين التكست، هنا مثلا تغيير في السايز، يعني كلها أشياء قد شفناها مثلا في الوورد أو أنها بسيطة، يعني ما تحتاج أن نتكلم عنها. آخر ميزة بنتكلم عنها عن الشارت والمخططات اللي هي البرنت أتشارت، طباعة الشارت. وين نلقاها هذه؟ الطباعة هذه مو موجودة لا بالديزاين ولا بالفورمات، مع انهم مخصصين للشارت، بس هذه موجودة وين؟ بالفايل تاب. طيب فاحنا متى تطلع لنا هذه الميزة؟ لما نكون محددين على الشارت، مو محددين على الخلايا، نكون محددين على الشارت ونضغط الفايل تاب ونضغط خيار الطباعة، بنشوف انه طلع لنا الشارت حقنا والمخطط كصفحة، يعني كأنه بينطبع في صفحة بالهالة، عرفتوا؟ فهذه نستخدمها إذا كنا نبغى نطبع الشارت بالحالة في صفحة. التاب اللي نبغى نشوفها الحين اللي هي تاب بيج لايعوت، اللي هي تصميم الصفحة. فتصميم الصفحة شوفوا في الصورة هنا الخيارات اللي فيها تكون شاملة للصفحة نفسها، مو للعناصر اللي داخل الصفحة مثل الخلايا والكولومز والروز، لا، اللي يهمنا هنا ديزاين الصفحة بشكل كامل. فنشوف الخيارات اللي فيها مثل خيار المارجنز اللي هو الهوامش، الأورينتيشنز، نشوف هنا البرنت أريا والبرنت تايتلز اللي هي المسؤولة عن إعدادات الطباعة، وهي اللي بنشوفها ونتعرف عليها في هذه المحاضرة. نبدأ بإعدادات البرنت أريا اللي هي منطقة الطباعة. هذه الإعدادات مرة حلوة، بتساعدنا أننا نحدد الخانات اللي نبغى نطبعها. لو إحنا مثلا ما نبغى نطبع كل الخانات اللي موجودة عندنا، كل الديت اللي موجودة عندنا، نبغى نطبع بعضها، فحلو أن نحدد المنطقة اللي إحنا نبغى نطبعها أو نحفظها عندنا. فنشوف شلون. أول شيء نحدد المنطقة اللي نبغى نطبعها، فتشوفون هنا اللي بالرمادي هو اللي محدد وهو اللي يبغون يطبعونه، هذه اللي يبغون يخلونها البرنت أريا. طيب وين يروحون؟ بعد التحديد نروح عند البيج لاي اوت ونجي عند هذا الخيار البرنت أريا ونختار على هذا الخيار سيت برنت أريا. طيب فخلاص بتصير هذه هي منطقة الطباعة، وأول ما أضغط برنت أطبع أي شيء ألقى أن هذه الخلايا هي اللي راح تنطبع. طيب جيت مرة ثانية وأبغى أطبع، هل بتنطبع لي هذه اللي أنا حددتها قبل ولا بتنطبع لي الشيت كلها؟ بتنطبع لي نفس هذه المنطقة اللي إحنا حددناها من قبل، لأن إحنا أضفناها كبرنت أريا، كمنطقة طباعة. طيب عشان أغيرها وأبغى أحدد مثلا، أبغى أحدد كل المربع هذا، كل الجدول أبغاه ينطبع، فأول شيء راح نسوي كلير للبرنت أريا، يعني نمسحها، بعدين نحدد الجدول كله اللي نبغى نطبعه ونضيفه كبرنت أريا جديدة، عرفتوا؟ فهذه استخدامات البرنت أريا. طيب الحين نبغى نشوف إعدادات البرنت تايتلز أو عناوين الطباعة. خلنا نفرض أن عندنا هذه الشيت، شوفوا هنا فيها الصف اللي فوق فيه معلومات الأعمدة وإيش المعلومات اللي عندها، مثلا أول شيء الاي دي، بعدين النيمز وزي كذا. مثلا هذه الشيت اللي أنا أبغى أطبعها مرة طويلة، يعني تتعدى صفحة صفحتين ثلاث صفحات، فلما تنطبع شو بيصير شكلها؟ بيصير شكلها الصفحة الأولى فيها مثلا خلينا نقول العشرة الأولى، الصفحة الثانية فيها العشرين، الصفحة الثانية بيصير فيها مشكلة. وش المشكلة؟ إنها بتكون على طول بادية من عند المعلومات، ما فيها العناوين حقت الأعمدة، فالشخص اللي بيقرأ هذه الورقة بتصير المعلومات حقت الصفحة الثانية مو بواضحة، فبيضطر إنه يرجع للصفحة الأولى عشان يشوف العناوين وش، فكل مرة بيشوف يرجع، وهذا مو عملي. طيب شلون نخليها ثابتة؟ باستخدام البرنت تايتلز، وبنشوف شلون. الخطوات، أول شيء نجي عند تاب البيج لاي اوت، بعدين عند جروب البيج سيت اب ونختار هذا الخيار اللي هو البرنت تايتلز. اذا اخترناه بيفتح لنا هذه الصفحة عنوانها البيج سيت اب. طيب في هذه الصفحة وش اللي يهمنا؟ يهمنا هذه الاعدادين بس. من هذه الاعدادين اول اعداد اللي هو الروز تو ريبيت ات توب، يعني وش الصفوف اللي تبغى تكون موجودة في بداية كل صفحة تنطبع. فهنا حددوا لو تشوفون محددين انه واحد، صف رقم واحد بس، يعني نشوف الصورة هنا انه بس نبغى
المعلومات تنطبع اللي في الصف الأول بس، تتكرر في كل صفحة. طيب الخيار الثاني اللي هو column to repeat، يعني إيش الأعمدة اللي تبغونها تنطبع مع التايتلز. فنشوف هنا كتبوا AA، AA اللي هو هذا، معناته بس يبغون هذا ينطبع في كل صفحة، وبيختارون هنا أوكي وخلاص عند الطباعة بتنطبع هذا التايتل على كل بداية صفحة. طيب أنا ما أبغى بس هذا التايتل، أبغى كل التايتلز حقت الصف الأول عشان تكون المعلومات أوضح، يعني أبغاها من الـ A إلين الـ G. فوش بغير؟ بجي عند هنا من إعدادات الكولومز، طيب بدال ما يكون الـ A الثانية لا بخليها G. طيب أقدر أسوي هذا الشيء بالكتابة، أني أكتب بالكيبورد مكان الفراغ، أو أني أضغط على هذا الزر بعدين بيسمح لي أني أحدد بالماوس الخانات اللي أبغاها تكون للتايتل بيج. وهذه هي الطريقة ومرة سهلة لو تجربونها. الحين جينا على جزء الفورمولاز أو المعادلات، وهذا الجزء اللي نستناه من بداية المحاضرة، وهو أهم ميزة في الأكسل، هي اللي عطت الأكسل ميزته وخلت الناس يستخدمونه. طيب وش هذه الميزة الفورمولاز والمعادلات؟ تقدر تسوي لنا معادلات الماثماتيكال اللي هي المعادلات الرياضية، ومعادلات statistical اللي هي الإحصائية، ومعادلات اللوجيكال اللي هي المنطقية. كل هذه المعادلات نقدر نسويها في الأكسل. فنبغى الحين نتعرف على تاب الفورمولاز ونشوف أنواع الفورمولاز اللي فيه، نشوف المعادلات وأنواعها. كل المعادلات اللي نتكلم عليها هي موجودة في الفانكشن library اللي هي مكتبة الوظائف. طيب فأول نوع بنتكلم عليه اللي هو اللوجيكال. طيب فنشوف هنا اللوجيكال شو يقول، اللي هو المنطقي، يقول إنه يستخدم عشان يختبر condition معين، يعني شرط معين، ويقيم هذا الشرط على أساس قيمته صحيحة أو خاطئة true or false. من أمثال الفانكشنز اللي فيه اللي هي الاند والفولس والاف والنوت والاور والترو. طيب النوع الثاني من المعادلات اللي هي معادلات التكست. معادلات التكست من اسمها تكست، معناتها تشتغل على التكست سترينجز، على النصوص. من امثلتها معادلة الشار، اللين، اللور، البروبر والتكست والابر. طيب النوع الثالث اللي هو معادلات الماث اند تريك، فيها المعادلات الارثمتيك اوبريشنز اللي هي العمليات الحسابية، والكونديشنال سم اللي هو الجمع الشرطي، والاكسبوننتس اند لوغاريثمز اللي هي اللوغاريتمات والاسس، وبعد فيها العمليات والحسابات التريجونومتريكس اللي هي الحسابات المثلثية. فمن امثلة هذه الفانكشنز اللي هي السم وسم اف واللوج والكوز اللي هي الكوزاين اند ساين. طيب اخر خيار بنتعرف عليه اللي هو المور فانكشنز، تشوفوني هنا اللي لونه اورنج، هذا المور فانكشنز نشوف تعريفه، فيه فانكشن وظائف زيادة مثل الستاتستيكال اللي هي الاحصاءات، ومثل الانجينيرينج اللي هي العمليات الهندسية. مثل ايش؟ من امثلتها الافرج المتوسط، والكاونت اللي يحسب لك العدد، والماكس والمن والكونفورت والدلتا. أنواع الفورمولاز اللي شفناها هذه ضروري إن نحفظ أسماها وتعاريفها عشان أغلب الأسئلة تجي عليها. بعد ما تعرفنا على الفانكشنز وأنواع الوظائف، الحين نبغى نشوف كيف نستخدمها. فكيف نكتب الفورمولا أو المعادلة؟ المعادلات في إكسل لازم نعرف إنها تبدأ بعلامة اليساوي، طيب علامة الإيكوال. من هذه العلامة خلاص إكسل يفهم إن هذه معادلة. طيب فنشوف مثال هنا، هذا البناء يعني للمثال يبدأ أول شيء بيساوي، بعدين اسم المعادلة والفورمولا اللي نبغاها، بعدين قوسين وداخلها السيل أو الخلايا اللي نبغى تتنفذ عليها المعادلة. طيب نشوف المثال، أول شيء بدأ بيساوي، بعدين سم اللي هي مع عملية الجمع، بعدين الخلايا اللي بتتنفذ عليها عملية الجمع. هذا بناء الفورمولا، ولازم نفهمه، مو لازم اننا نحفظه، عشان لو صار في اي ايرور اي خطأ نعرف شلون نصححه. عرفتوا؟ الحين نبغى نكمل على الفانكشنز ونشوف امثلة على الفانكشنز الاساسية وكيف نكتبها في الاكسل. اول شيء نبدأ بالسم، السم هي عشان تجمع القيم للسيلز،
بعدين كيف تنكتب السينتاكس حقها اتعرفنا عليه قبل شوي، اللي هو يساوي بعدين اسم المعادلة بعدين اقواس كبيرة داخلها ارقام السيلز او الخلايا اللي نبغى نجمعها. طيب نكمل للفانكشن الثانية اللي هي الافريج، من اسمها افريج يعني متوسط، فراح يعطينا المتوسط لقيم الخلايا اللي احنا نحطها. كيف نكتبها؟ كيف السينتاكس؟ على طول يساوي بعدين كلمة افريج بعدين الخلايا. function الكاونت او العدد، زي اللي يعطينا عدد الخلايا، ما يعطينا مجموع الخلايا مجموع قيامها، لا يعطينا كم خلية محطوطة هنا، يعني مثلا خلية خليتين والى اخره، عرفتوا؟ فلما نحط داخلها 6 خلايا راح يكون ناتج الكاونت 6. function الماكس اند من، واضح انها تعطينا القيمة الاعلى اللي هي الماكسيمم وتعطينا القيمة الاقل المينيمم. من وين؟ من اي قيم؟ من القيم اللي احنا نكتبها. طيب شوفوا هنا السينتاكس، اول شيء يساوي بعدين ماكس بعدين الخلايا. طيب هنا ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا اعلى قيمة لان احنا كاتبين ماكس، لما نكتب من راح يعطينا الاقل. الحين خلصنا الفانكشنز حقت الارقام، نبغى نشوف الفانكشنز حقت الحروف او التكست. عندنا اول واحده اللي هي lower and upper، من اسمها نفهم انها تحول الى lower case والى upper case، يعني الى small letters او الى capital letters او الحروف الكبيره. طيب كيف ناخذ حقت lower case؟ هنا نشوف شلون انكتبت، علامة تساوي بعدين اسمها بعدين داخلها النص اللي احنا نبغاه نحوله للحروف الصغيرة، ونفس الشيء اللي نبغاها نحولها للحروف الكبيرة بس نغير اسم الفانكشن ونخليه upper. طيب الفانكشن الثانية اللي هي فانكشن اللين، اللين شو تسوي؟ شغلتها انها تحسب كم عدد الحروف اللي داخل النص سواء كانت احرف او ارقام، يعني تحسب عدد النص وتشمل بعد عدد السبيس، اذا كان في سبيس تعتبره نص وتحسبه. طيب شلون نكتبها؟ يساوي بعدين لن وداخلها النص او رقم الخلية. اخر فانكشن اللي هي البروبر، شغلتها انها تخلي اول حرف من كل كلمة يكون كابيتال، طيب وباقي الحروف اللي في الكلمة تخليها سمول او اللور كيس. يعني تشوفون هنا شلون مكتوبة البروبر، اول حرف كابيتال والباقي سمول، فلو كنا كاتبين جملة راح تصير كلها كذا، اول حرف كابيتال والباقي سمول. فكيف نكتبها؟ يساوي واسم الفانكشن اللي هو proper وداخلها التكست او رقم الخلية. الحين نبغى نشوف خدمة مميزة بالاكسل اللي هي الاوتو سم. اوتو يعني اوتوماتيكلي، فهي زي الجمع السريع او سهلت وسرعت العمليات، تمام؟ فالاوتو سام تعتبر ميزة بلت ان في الاكسل، يعني موجودة بالاكسل، تمام؟ مصممة وموجودة بالاكسل. وش الغرض منها؟ انها تسرع الحسبة، بما انها اوتو فاي شيء اوتوماتيكلي يعتبر سريع، فهي لحساب العمليات طريقة سريعة. وش هي هذه العمليات؟ اللي هي السام الجمع، والكاونت اللي هو العدد، والافرج المتوسط، والماكسيموم الاعلى، والمينيموم الاقل طبعا من قيم معينة. طيب هنا بس بقول معلومة عن السام والكاونت، لازم نفرق بينهم. لما اعطيك اعداد 1 و2 و3 و5، تمام؟ بعدين اقول سام هذه الاعداد، سام يعني جمع، تمام؟ فسام راح يكون ناتج كم؟ 1 + 2 + 5 يكون 8. طيب؟ طيب لما أقول count هذه الأعداد راح أقول إيش؟ 3. ليش؟ لأن عددهم 3، 1 و2 و3. فلازم نفرق بين السام والcount. طيب؟ طيب نرجع للأوتو سام. نشوف هنا معرف لي على كل عملية وش تسوي، السام لجمع القيم، الأفرج لمتوسط القيم. لازم نعرف الغرض من كل عملية. وعندنا الكاونت نمبر زي ما قلنا انه يحسب عدد الأعداد، والماكسيموم يعطيك أعلى عدد من القيم، والمينيموم يعطيك أقل عدد من القيم زي ما قلنا قبل شوي. طيب كيف أستفيد من الأوتو سام؟ طيب راح نسويها بشكل عملي لأن مو واضحة بالكتاب. فكتبت هذه الأعداد 1 و2 و3، أبغى أستخدم الأوتو سام. فأول شيء نختار الخانة السل اللي أبغى النتيجة تكون فيها، تمام؟ الحين حددت هذه السل، أبغى النتيجة تطلع هنا. بعدين أبغى أستعمل عمليات الأوتو سام، وين أروح؟ أروح عند فورمولاز
تمام. بعدين عندنا هنا Auto Sum، أضغط عليه يطلع لي العمليات اللي ممكن أستخدمها، فبختار السم اللي هو الجمع. يلا الحين قال لي هنا أنه خلاص راح تكون النتيجة هنا، بس حددي وين الخانات اللي تبغين نجمعها. فبحدد هذه الخانات عشان تنجمع وتطلع النتيجة بالمكان اللي أبغى. نشوف، أضغط Enter طلعت النتيجة 8. نفس الشيء الحين بهذا المكان أبغى Average متوسط. عند الأفريج كذا أحدد الخانات، Enter نفس الشيء. إيش في بعد؟ مثلاً Maximum، Maximum إحنا عارفين إنه أعلى عدد، فكذا Maximum. أوه لحظة، هنا ما حددت السل فطلع لي تحته، أنا أبغى هنا، فش أسوي؟ تراجع مثلاً. الحين أبغى أحدد هذه الخانة، إذا ما حددت السل على طول حط لي تحته. عندي هذه الخانة أبغى أحطها هنا، من أو ماكس من، يلا الأقل اللي هو 1، عرفتوا؟ فهذه هي الأوتو سام، تسرع العمليات الحسابية، لأن أكثر شيء أساساً يستخدم فيه الإكسل اللي هو العمليات هذه السريعة اللي موجودة هنا، عشان كذا سهلوا طريقة استخدامها. وإحنا نكتب الفانكشنز اللي خدناها قبل شوي في الإكسل، احتمال إن نكتبها بشكل خطأ، احتمال يصير فيها إيرور، فالإكسل يساعدنا إن نصحح هذا الخطأ وناخذ القيمة الصح. وشلون؟ يعطينا رسائل اسمها رسائل الإيرور تشيكينج. طيب هذه الرسائل وين تطلع فيه؟ تطلع في الخانة اللي صار فيها الإيرور أو الخطأ، طيب، ويكون فيها زي الرمز، هذا الرمز يوضح لنا نوع هذا الخطأ. تمام، فاحنا الحين نبغى نتعلم هذه الرموز والرسائل للايرور تشيكينج عشان اول ما تطلع لنا نعرف شلون نحل هذه المشكله. نشوف اول ايرور اللي هو علامه الهاش، كل الايرورات تبدا بعلامه الهاش هذه، بعدين ديف شرطه صفر علامه تعجب، كل بعد الايرورات تبدا بعلامه تعجب، تنتهي بعلامه تعجب او علامه استفهام عشان تلفت انتباهنا اكثر ان في ايرور. طيب، طب هذا الايرور ديف، فديف معناها ديفيجن او ديفايدد، يعني قسمه، قسمت على ايش؟ نشوف ان شرطه صفر، معناتها احنا حسبنا عمليه قسمناها على صفر وهذا يعتبر خطا. فنشوف المثال هنا عند الاكزامبلز، A على صفر هذا يعتبر خطأ، فبيطلع لنا الايرور هذا مكان الخلية اللي كتبنا فيها هذه المعادلة. طيب شلون نحلها؟ السلوشن هنا ان احنا نغير القيمة اللي هي الصفر، او نختار خلية ثانية تكون مكان الصفر لها قيمة ثانية. فتشوفون هنا في الحل في السلوشن في المثال حط الرقم 3، فتغير الصفر وكذا انحلت المشكلة. Error Null هذا يصير لما نصير احنا مختارين الخلايا بطريقة خطأ او كاتبينها بطريقة خطأ. فنشوف الاكزامبل هنا، هذه معادلة للجمع، ونشوف ان هنا شابكين الخلايا هذه ما فصلوها بشيء. وش الحل؟ اننا نفصلها بالطريقة المناسبة، سواء كانت فاصلة، كانت شرطة، نقطتين رأسية، على حسب الحالة. فهذه الحالة الصح ان نفصلها بالفاصلة، فنشوف هنا لما فصلوا بينهم بالفاصلة صارت صح. فهذه تعتبر لانها two range، يعني مساحتين مختلفة، فصلناها بالفاصلة. بس هنا نشوف لانها نفس الصف فصلناها بالنقطتين الرأسية، فعلى حسب الخطأ احنا نختار الفاصلة المناسبة. Error Num من اسمه Num يعني Numbers، فنتوقع ان احنا دخلنا ارقام خطأ او حطينا على خانة ما فيها ارقام فيها حروف. فنشوف المثال هنا، معادلة Square اللي هي الجذر، حاطين فيه قيمة بالسالب، والنص صح ان احنا نصحح الرقم، سواء ان نحط رقم لو كنا حاطين نص، ولا ان عيد يعني الرقم ونكتبه بطريقة صحيحة. فنشوف هنا صححوها لما شالوا السالب وخلوه رقم موجب. Error Name، Name لما احنا نغلط في اسم المعادلة نفسها، في اسم الفورميلا نفسها، يطلع لنا هذا الايرور، فهو يعتبر Syntax Error، يعني خطأ في الإملاء. فنشوف المثال هنا، حاطين SSUM، يعني مفروض انها Sum،
بس حاطين الاس مرتين، فالاكسل ما يقدر يحسب القيمة لانه يعتبر اسم خطأ. فعلى طول احنا اول ما نصحح الاسم على طول بتنحسب القيمة. فالحل ان نصحح الاسم error ref او الرفرنس. الرفرنس اللي هو مكان او اسم الخلية، يعني ممكن احنا نحط في المعادلة، شوفوا المثال هنا، ممكن احنا نحط في المعادلة اسم خلية مو موجود او الخلية هذه ما فيها معلومات نقدر نجمعها، لان هذه عملية سم، يعني عملية جمع. فعشان نصحح هذا الايرور اننا نختار يعني خلية موجود فيها رقم، خلية تناسب العملية، عرفتوا؟ error الفاليو وهو اخر error بنشوفه. هذا الايرور يطلع لنا لما احنا كاتبين صيغة المعادلة بشكل خطأ او غلطانين في الاوبريتر، الاوبريترز اللي هي زائد ناقص قسمة وضرب. فلما نغلط فيهم مثلا بدال الزائد نحط استفهام او علامة تعجب، بيطلع لنا هذا الايرور اللي اسمه value. فنشوف المثال هنا بين الخليتين حاطين فاصلة، فما في يعني هنا ما في قيمة او ما في عملية يسويها علامة اللي يساوي، عملية يعني رياضية ما في. فش الحل؟ الحل اننا نصحح الاوبريتر اللي احنا نبغى نستخدمه. فلما اضافوا الزائد الاكسل فهم ان هذه عملية جمع او عملية سم، فعلى طول بيعطينا النتيجة. اخر تاب نبغى نتكلم عليها اللي هي اسمها الفيو تاب او التاب اللي تحدد الرؤية. فيها اكثر من جروب من الكومنت والاوامر، بس الجروب اللي نبغى نركز عليه والامر اللي نبغى نركز عليه اللي هو الفريز بينز. هذا الامر بنشوف كيف نسويه وش فايدته. شفتوا لما يكون عندنا صفحة الاكسل مليان معلومات معلومات معلومات، وبس السطر الأول أو الرو الأول أو ممكن يكون الكولم اللي هنا الأول هي اللي تكون فيها العناوين حقت باقي المعلومات، زي مثلا اللي شفنا المثال هذاك اللي كان فيه الأسماء كان فيه الآي دي. طيب لما أنا أكتب هذه الأكسل شيت وأنزل أنزل تحت، إيش راح يصير في الصفحة؟ ما راح تكون ظاهرة لي هذه الرو الصفحة حق العناوين أو العمود حق العناوين إذا كان فيه، بس بتكون عندي المعلومات. طيب أنا أبغى الصف يكون موجود يكون ثابت حق العناوين، مهما نزلت الصف ثابت ما يتحرك هذا حق العناوين عشان أعرف وأشتغل بسهولة. كيف أسوي هذه الحركة؟ وهل هي موجودة في الإكسل؟ هي موجودة وهي حركة مرة عملية، وهي اللي بنسويها الحين اسمها الفريز بينز. طيب أول خطوة لازم يكون الصف أو العمود اللي نبغاه هو في المكان الصحيح، يعني نفرض أن العمود اللي نبغاه هو أول عمود أو أول صف، خلاص نصير حاطينه في العرض هو أول صف، يعني في الشيت يكون ظاهر لنا أنه أول صف، يعني نبغاه في هذا المكان، عرفتوا؟ طيب لو كان الصف اللي نبغاه هو خامس صف، نروح نرفع خامس صف ونخليه أول صف عشان يكون ثابت. طب شو اسوي الخطوة الثانية؟ ثبتت الصف اللي انا ابغاه او العمود اللي انا ابغاه في اول مكان، وش اسوي؟ اني اختار خانة تحت الصف هذا، اي خانة اختارها، طيب اكون محددة عليها ويكون عليها الاطار الاخضر. طيب بعدين اروح وين؟ اروح عند التاب اللي اسمها view tab اللي احنا قاعدين نتكلم عنها، واختار الخيار هذا، شوفوا في الصورة اللي هو الفريز بينز. طيب فلما يفتح لي هذا الخيار يطلع لي ثلاث يعني اعدادات لتثبيت الصف او العمود. في هذا الاعداد اللي اسمه فريز بينز اول واحد شوفوا يثبت الصف والعمود. الخيار الثاني يثبت بس الرو اللي هو الصف. الخيار الثالث يثبت بس الكولم اللي هو العمود. فانا على اساس وش ابغى اختار الخيار اللي ابغاه واشوف انه خلاص اتثبت على طول، اول ما اتحرك يكون ثابت الصف اللي ثبته او العمود اللي ثبته. طيب ابغى افك هذا الصف الثابت او العمود، خلاص ما ابغى ما احتاجه، شو اسوي؟ ارجع لنفس هذا الخيار اللي هو الفريز بينز واشوف ان الخيار الاول اتغير اسمه وصار unfreeze. unfreeze بينز يعني فك التجميد، وخلاص اول ما اضغطه ترجع كل الصفوف والخانات تتحرك. آخر خاصية وآخر ميزة بنتكلم عنها في محاضرة الإكسل اللي هي حماية البيانات وحماية الورك بوك للإكسل. هذه خاصية حطتها الإكسل عشان نحمي البيانات اللي داخل الورك بوك وداخل الشيت من الـ unauthorized access، يعني نحميها من الدخول الغير مصرح.
لأن المعلومات اللي داخل الإكسل شيت ممكن تكون معلومات الكريدت كارد، ممكن تكون معلومات الاي دي هوية الوطنية، وممكن تكون معلومات حساسة للموظفين. فهذه كلها معلومات نحتاج نحميها باسورد، عرفتوا؟ لازم نسوي باسورد ونحميها. فلما نحميها بالباسورد، هذه الحركة نسميها انكريبشن، يعني تشفير عن طريق الباسورد. طيب، في معلومة مهمة هنا عن هذه الخاصية، ان نحمي المعلومات والورك بوك باسورد، لازم نتذكر الباسورد. لو نسينا الباسورد مستحيل نقدر نفتح هذا الملف، فهذه شوي يعني مشكلة في هذه الخاصية. فيقول ان اكتبوا هذه الباسورد في مكان انتم تعرفونه، يعني لو نسيتوا هذا الباسورد مستحيل تفتحون الملف. طيب، كيف نسوي الباسورد ونحمي ملفاتنا؟ سهلة الطريقة. في البداية نشوف الخطوات هنا. اول خطوة تقول اختاروا الفايل تاب. طيب، فالفايل تاب اللي هي اول تاب في القائمة من التابز، بعدين نختار الانفو اوبشن. نشوف الصور احسن. هنا هذا هو الفايل تاب، فلما نضغط على الفايل تاب راح يعطينا الصفحة هذه اللي نسميها الباك ستيج فيو. طيب، وفيها هذه الخيارات، نختار الخيار الاول اللي اسمه انفو، فراح يفتح لنا هذه الصفحة. طيب، من هذه الصفحة نختار هذا الخيار اللي هو انكريبت وذ باسورد، يعني شفر مع الباسورد. طيب، بعدين راح يفتح لنا الصفحة هذه اللي نكتب فيها الباسورد اللي نبغاه، بعدين نضغط اوكي، بعدين يفتح لنا مرة ثانية صفحة صغيرة عشان نأكد الباسورد ونكتبه مرة ثانية ونضغط اوكي وخلاص. نضغط حفظ ونشوف ان لما نسكر الملف ونفتحه مرة ثانية خلاص لازم ندخل الباسورد عشان ندخل على المعلومات اللي في الملف. طيب، حطينا الباسورد واستخدمنا، الحين نبغى خلاص نشيله، نبغى نفك التشفير وقلنا نسوي ريموفينج للباسورد. نشيل الباسورد بنفس الطريقة اللي حطينا فيها الباسورد، نروح عند الفايل تاب، ومن الفايل تاب نختار خيار الانفو، ومن خيار الانفو نختار هذا الخيار اللي هو Protect Workbook، وراح تطلع لنا قائمة، من هذه القائمة نختار Encrypt with Password، وراح يفتح لنا هذه الصفحة اللي كتبنا فيها الباسورد نفس قبل، وفيها نشوف زي الرموز حقت الباسورد على عدد الباسورد. فش نسوي؟ نمسحها. طيب، بعدين نضغط اوكي. اذا ضغطنا اوكي خلاص ينحفظ كأنه ما حطينا ولا باسورد، وخلاص يصير الملف ينفتح بدون باسورد. وبكذا نكون انتهينا من محاضرة السبريد شيتس او جداول البيانات، وتعرفنا على كل خصائصها.